بالبز. في البز اليوم باش نحكيو على تصريحات سسليم تيي سسليم الرياحي في حوار صحفي البارح تحدث برشا على التحوير الوزاري اللي من المفروض الاتحاد الوطني الحر ياخذ بايو منه المره هذه. جهه قالوا لي اللي حزبك عينه على وزاره الاستثمار، وهكا سسليم ما تعبش روحك تولي منك للعين يا بومبك. احنا اليوم قبل ما نطلب وزارات طلبنا تقييم. تيي برا بركة، هيك هي اللغة الخشبية اللي كلكم تحكيوا فيها الأحزاب، صحيحة توا الحكاية ولا اللي نجح خاطر اليوم فما 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 حكايات قاعدة تتقال ما مش مقبولة، خاطر في العالم الكل كي تنقل وزير من وزارة لوزارة علاش؟ خاطر نجح هنا باش نهزوا للأخرى يعاون ينجح. اليوم فما فكرة أخرى تقول كونه الوزير هذا ما نجحش في الوزارة هذه هات نحطه في واحد أخرى بالك ينجح غادي. صار هكا الحديث ولا حتى التحوير الوزاري برعايه النجي جلول؟ ها ولدي راهي دوله راهي وزاره راهي حكومه، قالوا ما نجحش هوني بالك ينجح الغادي، وانت موافق سليمه اللي ما نجحش ما نجحش راه لازم يخرج يتعدى هذا هو الاساس. معناها فما وقلت له انا صاحبي بسيط، قلت له راه لا مجال للعاطفه، الانسان لازم يكون براغماتي. ايوه وطبطب عليه وقال له ما تحط شيء في بالك، قداش فرحان، قلت له وينس الحبيب، قلت له لا مجال للعاطفه. يصرف فيك هو الحبيب بسيط باش تقول له لا مجال للعاطفه؟ يا ولدي هالقرارات هذيه ما تتخذش بالعاطفه، تتخذ بامور اخرى انت تفهم فيها اكثر مني. انت لا علينا اختارنا من السياسه والسياسيين، وهاي نحكيه فن وفازات. قال لك مرام بن عزيزه عندها برنامج اسمه طوندونس بلس ويتعدى على قناه المغرب 24، حبت تعمل البوز المره هذه وجابت امينه فمان انفيتي وحبت تودها بكادو اللي قلك Tendance plus quand c'est à offrir un cadeau à une célébrité. Donc voilà le cadeau. À toi de découvrir, je vais passer à côté de toi. J'aurai. Oui. Ça c'est la chose que t'en penses. C'est mignon. C'est vrai. Bon, le bas, peut-être, me t'sraque aux jumelles. Le bas, ça va. Malo. Je mets jamais de soutien-gorge. Jumelles. المجا مش نوا ما هذا بحق سماء، ما هذا هدت لها حمالة صدر في التلفزة وعلى المباشر. نورمال انت نورمال، اي نعم اختك امينة ما تستحقهاش، اما هذا ما يعني شان انت تهديها لها في التلفزة وناس تتفرج. وكي قبلت منهم الهدية وقاستها للا مرام بن عزيزة روحت زيقة في الفرحة والسعادة تسفى وتنفض اصلا. الطفلة فرحانة شيء كبير، احنا بنية عمي ما نجمو قولوا لك كان حويشتي ان شاء الله لباس وربي يفرج على عباده ويحبس علينا العقل والدين.